أفتى بعض طلبة العلم بجواز انتخاب الأصلح من المرشحين النصارى من باب أخف الضررين، فهل هذا يجوز؟ ثم ألا يعد هذا من تكفير سوادهم وعددهم، مما قد ينعكس سلبيا على نظرة الناس لشعبية المسلمين؟ هذا السؤال وجه إلي أكثر من مرة، وأظن أنه ناقص، السؤال ناقص، فإذا عندك بيان إتمام هذا النقص، لأنه نحن منقول أصل حسن الظن بأهل العلم، يعني بحيث لا يستدرك عليهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بجواز الأصلح من المرشحين قاطبة، ونخصص الآن النصارى. أنا أقول شيء هنا، وهذا الذي سأقوله أظن مقصود بالسؤال، فالسؤال ناقص كما صدر من غيرك أيضا. هذا النصراني المرشح إما أن يكون مفروضا على المسلمين أن يرشح أحد النصارى، شاءوا أم أبوا، وحينئذ فإما أن يكون هناك عديد من النصارى رشحوا أنفسهم ولا بد من أن ينجح واحد منهم. في هذه الحالة تأتي القاعدة المذكورة آنفا، اختيار أخف الضررين. يعني في 4 من النصارى رشحوا أنفسهم ولا بد أن ينجح واحد منهم في بلد ما، لا بد. فلو فرضنا أن الأصوات كلها أو كلها وجهت إلى المسلمين ولم يوجه ولا صوت واحد لهؤلاء النصارى المرشحين أنفسهم، يسقطون، لا يجوز اختياره. واضح إلى هنا؟ أما إذا كان العكس، وهذا الذي أظن السؤال منصب عليه، أنه لا بد بسبب النظام القائم الآن، نظام الانتخابات، يجب أن تعلموا جميعا أن هذا النظام ليس إسلاميا بوجه من الوجوه إطلاقا، وإن كان بعض الدول التي تتفاخر بالديمقراطية أو نحو هذا المعنى من هذا اللفظ الأجنبي، أن هذا يمثل ديمقراطية الشعب وديمقراطية الحكم، فهذا في الواقع يعني ماذا أقول، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، يعني أسمع جعجعة ولا أرى طحنا، يعني كلام ما تحت طائل. الانتخابات ليس فيها ديمقراطية أبدا. لماذا؟ الإسلام فيه ديمقراطية يا سيدي؟ نعم، في الإسلام فيه شيء اسمه ديمقراطية. ما عم أقول إنه بيقصدوا هن العدالة، بيقصدوا العدالة، بس نحن عم نستعمل كلماتهم. الإسلام غني عن كل شيء أجنبي، ديمقراطية، اشتراكية، شيوعية، رأسمالية إلى آخره. لكن هم يتفاخرون إنه فيها هاي ديمقراطية، فيها عدالة. ليش؟ من الشعب وإلى الشعب، الشعب راح يختار نوابه ووزراءه وإلى آخره. كيف يختار الشعب وكيف يختار المرشحون من الشعب؟ قال مبين المكتوب من عنوانه، بيقولوا المكتوب يبين من عنوانه. أنتم الآن شايفين كم وكم من المرشحين رشحوا أنفسهم. أول شيء في الإسلام قال عليه السلام كما في الصحيح مسلم أو البخاري أو كليهما معا، قال نحن، عليه السلام يقول نحن لا نولي من طلب الولاية، أو كما قال عليه السلام، يعني موظف يطلب أن يوظف لا يوظف. ليه؟ لأنه هذا معناه بده إيش؟ يستغل الوظيفة، يعني يربح من وراءها. لا يوظف إلا المخلص، هل بيختاره المسؤول الأول أو ما ينوب عنه. طيب نحن هون بنقول أنا اختاروني،
أنا مرشحكم، بتشوفوا باللافتات هذه، انصروني أنصركم، كما قرأت هيك عنوان، انصروني أنصركم. الله أكبر. نعم، لفظ فلان مع الله أكون معه، لا هي أهون، لكن انصروني أنصركم هذا كفر. يضعون النصوص في غير موضعها. المقصود فنبين مكتوب من عنوانه أنه هذول المرشحين رشحوا أنفسهم، لو في حكم إسلامي وفي انتخاب ما بيقبلهم، لو في حكم إسلامي وفي انتخاب ما بيقبلهم أبدا. لكان شو الانتخاب بيكون في الحكم الإسلامي؟ الإمام الخليفة عنده مجلس شورى، عنده نخبة من علماء البلد، من صالحيهم، من الخبيرين بأوضاع أهل البلد إلى آخره، بيستشيرهم. بدنا شخص مثلا نحطه رئيس السوق الفلاني، يراقب السوق، ما يدخل فيه شيء لا يجوز بيعه كذا، شراءه، غش، منكر إلى آخره. بتداولوا الأمر، بينظروا بيقولوا نحن نرى فلان، حطوه. ما بدأ مجلس ولا بدأ مجالس ولا إلى آخره. الشاهد ثم هؤلاء المرشحين بيتعاطوا ما يجوز وما لا يجوز في سبيل إيه؟ أنه هو ينجح. فالآن والبحث في هذا طويل وطويل جدا، مفروض على الشعب أنه يختاروا هؤلاء من هؤلاء الذين رشحوا أنفسهم، ومفروض على الشعب أنه يكون في مجلس الأمة أفراد من النصارى. ليه؟ لأن النصارى مواطنين، مواطنين، نعم مواطنين، والعدالة الإسلامية تشمل كمان المواطنين. إيه بيعملونا بقى حسابات دقيقة، أهل هالبلد هدول قديش نسبة النصارى بالنسبة للمسلمين، وما بعرف عاملين حساب لليهود ولا لا، هاي ما اجت ببالنا نحن انه يختاروا يعني من اليهود. المهم فحسب النسبة، حسب النسبة بيضعوا انه هالبلد بده مثلا 2 من النصارى، 2 من النصارى، اذا المسلمين ما اختاروهم بيختاروهم بني جنسهم، بني دينهم او بنو دينهم، فهن على كل حال راح ينجحوا، راح ينجحوا على كل حال. لكن مرشحين منهم كما قلنا 4 أو 5، المسلمون في ذاك البلد بيقولوا فلان بعثي، مع كونه كافر فهو بعثي، والثاني مع كونه كافر فهو شيوعي، الثالث مع كونه كافر في الأصل هو ملحد إلى آخره، فلان والله متدين بنصرانيته وما بيعادي المسلمين. يا ترى ما دام ولا بد انه بده ينجح 1 أو 2 من هذول، شو موقف المسلمين بقى؟ ما نحن ما بنتدخل، هذول نصارى بيقول عنا بالشام فخار يكسر بعضه، لا مو هيك القضية، هذول اللي بتقولوا فخار يكسر بعضه بده ينجح منه شخصين رغم أنوفكم. فيا مسلمون يا عقلاء، أليست القاعدة هذه ترد في هذه الصورة ولا لا؟ الآن أنا بقول نعم، لأنه المسلمين واقعين بين شرين الآن، كما هو الشأن تماما بالنسبة للمسلمين. المسلمين فيهم بعثيين، فيهم شيوعيين، فيهم ملاحدة، وما العاد عنكم ببعيد. طيب نقعد نتفرج ولا نختار أقلهم شرا؟ تفضل شيخي. عندنا في الزرقاء حصل إن لا تسمي، خليها مسورة. الله يهديك، تعلم من شيخك. نعم جزاك الله خير. إيه؟ في بعض البلاد إيه؟ صار النصارى يكشف أوراق بعضهم البعض. طيب وعندنا في البلد حلوة. إيه نعم يا شيخي. إيه؟ يعني تبين ان هؤلاء النصارى ان يعني ان ما كان بناتهم شيوعي ماروني، واللي ما هو ماروني ازفت وازفت.
أي نعم، ليش نعطي نحن أصوات لهؤلاء؟ فعلا يعني لو موجود هؤلاء الناس إلا مثلا يكون أسوأ من بعضهم البعض، أو يكون في بيناتهم أصلح، ليش نعطيهم قوة الأصوات؟ والآن مثلا معين في هذا البلد مثلا شخص واحد نصراني. شردت يا شيخ، شردت على الموضوع، وما تأخذني إذا قلت لك، لأنه أنا شيخك والشيخ يبقى له دل يعني تلميذه، ما هي إنك ما فهمت الموضوع. أنا شيخ فهمت الموضوع، طيب أنا وشو فاهم كل كلامك اللي حدثته فهمته. وشو جوابك؟ نختار أقل الشرير ما ولا لا؟ كان فكري شيخي. ترك لي فكرة، شو رأيك نختار أقل الشرير ولا لا؟ خير الكلام ما قل ودل، بالنسبة لي لا، ما نختار أقل الشرير؟ كل واحد عندنا ليش؟ تساوى الشر عنده. طول بالك، طول بالك شوي، قاعدة اختيار أقل الشرين هاضمة أنت؟ نعم مهضومة، هاضمة. نعم معروفة. هون هدول الأشخاص تنطبق القاعدة عليهم ولا لا؟ بقول لا، ليش؟ لأنهم شايفين كلهم واحد. هذا يعادل كلامك، لا كلهم واحد يعني لا. أنا صورت آنفا صورة نعم، وما حددت بلدا، نعم قلت فيهم كلهم 4 نصارى، نعم فيهم البعثي وفيهم الشيوعي وفيهم الزنديق وفيهم المتمسك بدينه ولا يعادي المسلمين. ترك لي بلدك، نعم ها؟ لا يعادي المسلمين، ظاهر لك الفرق هذا؟ نعم ظاهر لي. أنا بعرف شو مشكلتك أنت وغيرك، هالصورة اللي أنا معرض لك إياها، مفهوم. كلهم 4 نصارى، واحد زنديق، واحد بعثي، واحد شيوعي، واحد نصراني متمسك بدينه، ها؟ ولا يعادي المسلمين. هدول 4 3 بيعادوا المسلمين، شرهم كلهم مثل بعضهم؟ لا طبعا. طيب إذا نحن انتخبنا هذا النصراني هل شره أقل من 3 الآخرين، بيكون أخطأنا أم أصبنا؟ لعل يكون في جوابين لهاي. لعل عند ذاك الكوكب في جوابين يا شيخ، ودل لعل. تفضل. الجوابين، الجواب الأول إذا أجينا طبعا لأخف الضررين بنختار هذا، لكن في صنف ثاني من الناس بقول ليش نختار ولا واحد منهم؟ ليش نجعلهم احنا شعبية هؤلاء في المستقبل انه يقول شوف الله فلان انه مختاروه؟ طبعا اللي هو اهون ضررين، انه صار له شعبيه كبيره، مثلا 20,000 صوت يجيب، وواحد من المسلمين يجيب برضه 20,000 صوت كمان. طب تعادلوا يا شيخ. يا شيخ الله يهديك، ما عم تلاحظ انت انه هذاك بده ينجح ولا بد؟ ينجح. واحد من الاربعه بده ينجح. ينجح شيخ بدون اصوات المسلمين، ينجح مين ما كان يكون منهم. لا تخلط، الله يرضى عليك، لا تخلط شعبان رمضان. أنت شاركت هلا مسلم بياخذ 20,000 صوت، نعم، وهذاك بياخذ كمان 21,000 صوت، نعم، هذا ما بيضر المسلم وما بضره الآن شيخنا، لأنه انتخب انتهى، لكن في المستقبل بقول له فلان له شعبية كبيرة، لأنه بيرجعوا مو أعداد المسلمين. طول بالك شوي، الشعبية اللي بده ياخذها مين هو الأقل شرا ولا الأكثر شرا؟ لو أقل شرا طبعا. طيب وإذا نحن ما اخترنا الأقل شرا مين راح ينجح؟ لعله ينجح الآخر. مش لعله يا أخي، الله يهديك، القضية عملية حسابية. نعم. كثر الأصوات هذا بينجح. نعم. قلل الأصوات هذا بيسقط. نعم. القضية عملية حسابية. نعم. فلا تقول لعله لعله. نعم نعم. نحن منقول إذا هذا لأن متدين ولا يعادي النصارى، عفوا هذا نصراني لا يعادي المسلمين، إذا نحن ما انتخبنا هذا بجوز ينجح الآخر اللي هو أضر على المسلمين، معليش وين قاعدة الأخذ بالأخذ الضررين؟ نسمع من الشيخ علي هون.